السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام، متابعي قناة من آخر خلاصة، معكم محمد نور الدين. بعتذر لحضراتكم إني معملتش الفيديو في ميعاد، أنا آسف جدا. ترتيب فرق الدوري الأسباني وترتيب الهدافين بعد انتهاء مباريات الأحد 4/2/2024 في الجولة 23 من الدوري الأسباني. قبل ما أبدأ الفيديو أرجو من حضراتكم دعاء لإخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم ادخلهم في سياح جناتك يا رب العالمين، اللهم ادخلهم الفردوس الاعلى من الجنه يا رب العالمين، اللهم اهلك الصهاينه، اللهم اهلك الصهاينه، اللهم اهلك الصهاينه، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم على اعدائك اعداء الدين يا رب العالمين، اللهم امين. اليوم الاحد 4/2 او يوم الاحد يعني 4/2/2024 في ريال تعادلت امام قادش 0-0، وأوساسونا خسرت من سيلتا فيجو 0-3. ريال بيتيس تعادلت أمام ختافي 1-1. ريال مدريد تعادلت أمام أتلتيكو مدريد 1-1. أحرز هدف ريال مدريد إبراهيم دياز في الدقيقة 20، هدف أتلتيكو مدريد عن طريق ماركوس لورينتي في الدقيقة 93 قبل نهاية المباراة. متابعينا الكرام، كده آخر مباراة عندنا الاثنين 5/2/2024، رايو فايكانو هتلعب مع إشبيلية 10 مساء بتوقيت مصر، 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة على قناة بين سبورت اتش دي 3 التالتة. بالنسبة لترتيب فرق الدوري الأسباني بعد هذه المباريات، ريال مدريد متصدر الدوري في المركز الأول 58 نقطة، جيرونا المركز الثاني 56 نقطة، برشلونة المركز الثالث 50 نقطة، أتلتيكو مدريد المركز الرابع 48 نقطة، أتلتيك بلباو المركز الخامس 45 نقطة، ريال سوسيداد المركز السادس 37 نقطة، ريال بيتيس المركز السابع 35 نقطة، فالنسيا المركز الثامن 35 نقطة، لاس بالماس المركز التاسع 32 نقطة، ختافي المركز العاشر 30 نقطة، أوساسونا المركز 11 26 نقطة، ديبورتيفو ألافيز المركز 12 26 نقطة، رايو فايكان المركز 13 24 نقطة، فياريال المركز 14 24 نقطة، مايوركا المركز 15 20 نقطة، سيلتا فيجو المركز 16 20 نقطة، إشبيلية المركز 17 17 نقطة، قادش المركز 18 17 نقطة، غرناطة المركز 19 12 نقطة، وألميريا المركز 20 الأخير 6 نقاط. متابعينا الكرام، ترتيب الهدافين، المركز الأول أرتم توفيك لاعب جيرونا سجل 14 هدف يتساوى معه بورخا ميرال لاعب ختافي وجوب بلنغهام لاعب ريال مدريد. المركز الثاني ألفارو موراتا لاعب أتلتيكو مدريد 13 هدف. المركز الثالث أنطون جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد أيضا 11 هدف. المركز الرابع أنتي ديمير لاعب أوساسونا 10 أهداف، وجيراردو مورينو لاعب فياريال، وهوجو دورو لاعب فالنسيا. متابعينا الكرام، اشترك في القناة وفعل زر الجرس وعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.